نظام سؤال متابعة مهم بنسأله في جدا ياسر، انك هل تقدر تمشي عليه المعدل بعد كده، الطبيعي لان هو لعدد دي المرات الاداة اللي انت بتقدر. وغالبا ده بيحصل في الناس اللي هم بيبقوا اوفر ويت، يعني زيادة في الوزن 100 فيما فوق، وعمل عملية تكميم او تدبيس او تحويل مسار، فبيبقى فقد جزء كبير من الدهون اللي في الثدي، وبالتالي بيبقى الثدي فيه ترهل كبير، ديت بتحتاج تدخل جراحي. سؤال بنتسأله كتير، هل في معدل طبيعي لعدد المرات بتاعت العلاقة الزوجية؟ الإجابة طبعا لا، مفيش معدل، كل اتنين ليهم المعدل بتاعهم، لكن مفيش رقم ثابت. يمكن اللي بيفرق شوية لو الاتنين دول بيدوروا على الإنجاب، هنقول لهم دايما إن الصح إن يكون العلاقة الزوجية يوم بعد يوم، وفي أيام التبويض عند الزوجة يوميا. نظام المتابعة مهم جدا انك تقدر تمشي عليه بعد العملية، لان هو دي الاداة اللي انت بتقدر تستخدمها عشان تحقق النسب المنتظرة من فقدان الوزن ازاي. وهو مش نظام معقد ولا حاجة، انت لو قدرت تتبعه بنظام وبزيارات دورية عن طريق الطبيب المعالج او عن طريق اطباء التغذية اللي هيتابعوك بعد العملية، هتقدر فعلا تمشي عليه بدون اي صعوبة. لان في النظام الغذائي ده احنا بنعتمد على حاجتين مهمين جدا، هل انت فعلا بتاكل اكل صحي مناسب ليك بكميات كويسة؟ هل انت فعلا بتقدر تدخل نسبة سوائل بنسبة كبيرة ولا لأ؟ لان فقدان الوزن في الاخر معتمد على العاملين دول. لو انت قدرت تدخل نسب سوائل كويسة وقدرت تاكل اكل صحي فيه نسب بروتين عالية، انت فعلا هتقدر تحقق نسب فقدان وزن عالية جدا. لكن لو انت اهملت القصة دي واهملت زيارتك المريض، مش هتقدر توصل للقصة. المشكلة ساعتها مش في العملية، المشكلة في اتباع النظام بعد العملية. وفي حاجة مهمة جدا برضو بنشوفها، ان انت هل انت ماشي بصفة منتظمة على الفيتامينات ولا لأ؟ لان نقص الفيتامينات برضو خلال النظام الغذائي المتابعة ده ممكن يقلل برضو فرص فقدانك الوزن، لان احنا بنعتبر الفيتامينات من العوامل المحفزة لعملية الحرق في الجسم. فالنصيحة الاخيرة اللي انت تقدر تمشي عليها فعلا بعد العملية، هو انك تمشي على النظام الغذائي بصفة منتظمة جدا، تحاول تاكل اكل صحي، تحاول تحافظ على فيتاميناتك، وتدخل نسب سوائل عالية جدا في الجسم. قدرت توصل للمعادلة دي، فعلا هتقدر تنجح وتحقق النسب المنتظرة من فقدان الوزن الزائد عند حدوث المضاعفات، اللي هي تبتدي بالاحتباس البولي او النزيف البولي او تكوين حصوات في المثانة او ارتجاع البول على الكلى وارتفاع وظائف الكلى، عشان نقدر نحمي الكلى من الوصول لمرحلة الفشل الكلوي. حدوث اي من هذه المضاعفات بيعتبر اعلان فشل للعلاج الدوائي. الحقيقة الاشعة او السونار ثلاثي ورباعي الابعاد مهم جدا في الحمل للكشف عن تشوهات الاجنة، وبنعمله في حالات الحمل الخطر زي مرضى السكر او المرضى اللي بيتناولوا بعض الادويه اللي ممكن تسبب تشوهات في الاجنه. من ناحيه تانية بنعمله في حالات الحمل العادي للكشف عن بعض التشوهات اللي ممكن ما تظهرش معانا بالسونار العادي او الاشعه ثنائيه الابعاد. الحقيقه بنحتاج نعمله مرتين في الحمل، المره الاولى في نهايه الشهر الثالث، نهايه الشهر الثالث ممكن نكشف بيه عن بعض الحالات زي متلازمه داون وبعض الامراض الجينيه، وبنعمله مرة تانية في منتصف الشهر الخامس من 18 ل 20 أسبوع بعد ما بيكون الجنين اتخلق بالكامل، للكشف عن كل أجهزة الجسم زي القلب، المخ، كل الأجهزة اللي ممكن تكون اتكونت، وبنعمل فيها فحص شامل عشان نقدر نكتشف تشوهات الأجنة في الفترة دي. أعراض النفور العطلاسي، بنلاقي إن الجلد الموجود في الطبقة الأخيرة من الظهر اللي في منطقة العصعص بيحتوي على شعر كثيف، بيحتوي على إفرازات رائحتها كريهة، بيحتوي على إن أنسجة غريبة بتطلع من المكان ده. المريض دايماً بيجي يشتكي يقول يا دكتور أنا حاسس إن المنطقة ديت دايماً بيطلع لي منها إفرازات، دايماً أنا حاسس فيها بالتهاب، دايماً حاسس إن أنا مش مرتاح. أحياناً بيشتكي كمان بصعوبة في القعدة، إن أنا لما أجي أقعد أنا قاعد مانيش مرتاح.